المتابعين الكرام كما كتشاهدوا معنا طبيعه الحال النقاش ما بين العمده والنقاش بومشيطة عضو من المعارضه. انا هذا الشيء ما مقبولش والمجلس انسحب لان هذا الراجل هذا يقول ما لا يدري وهذا الشيء مرجوع عليك. وانا البتل المباشر تنوقفوا احتراما لساكنة فاس دورة وما عندكش الحق الجولي تبقى مسيطر على هذا المناطق تبقى مسيطر على الجولي كريمة ما عندكش الحق تبقى مسيطر وما عندكش الحق تبقى مسيطر ما عندكش الحق شنو الحق هذا الكلام ديال الجولي تبقى مسيطر على هذا الشيء في إطار حنا دابا كنتداولوا السيد الرئيس نقطة بيضاء مع السيد الرئيس كبيرة في الطب السيد الرئيس في كل ما كيعجبك السيد الرئيس كان كتشوفوا انسحاب بطبيعه الحال العبده في الاثناء بكل صدق يعني قربانه وقع بناء عليه انا كنناقش الموضوع اللي كنعاود نذكر حنا اننا كنتواجدوا في الدوره الاستثنائيه لجامعه فاس للمصادقة على مشروع النجاعة الطاقية بطبيعة الحال وكتشوفوا تدخل ديال عضو من المعارضة حسن بومشيطة الآن في الأثناء متابعينا الكرام دائما معكم في اطار بث مباشر من دوره استثنائيه ديال جامعه فاس طبيعه الحال اللي عقدت من اجل ثلاثه ديال النقاط. الان تدخل ديال عضو من المعارضه بطبيعه الحال كتشوفوا متابعينا الكرام على المباشر دائما على قناتكم قناه شوف تيفي. متابعينا الكرام نقاش بطبيعه الحال ما بين اغلبيه والمعارضه بخصوص حنا كنتواجدوا الان في دوره استثنائيه في جامعه فاس لمناقشه مشروع النجاعه الطاقيه. اكيد كان يعني عضو من المعارضه اللي كتشاهدوا معنا بطبيعه الحال حسن بومشيطة اللي دخل كتشوفوا المجلس كيحتاج لان كيقولوا المجلس بان الموضوع هو يعني
المصادقة وال يعني الاتفاقية ديال الشراكة بطبيعة الحال. إذا احنا معكم بث مباشر تشوفوا التطورات المستجدات. كان شار هو حسب مشيطاف المداخله ديالو كان شار للازبال المتراكمه في عيد الاضحى و يعني شار قال بان مدينه فاس كانت يعني فيها الازبال المتراكمه في عيد الاضحى. فهنا كان تدخل ديال المجلس قالوا له احنا الموضوع ديالنا هو مشروع النجاعه الطاقيه لمدينه فاس وليس الازبال. وقع نقاش وانتم كتشاهدوا معنا في بث مباشر متابعينا الكرام. إذن أعضاء من الأغلبية بطبيعة الحال كيقولوا لهم أنك يعني كتبحث على البوز وعلى لربما إثارة الموضوع. إحنا كنحاولوا نقول لكم لأن لربما الصوت ما غيكونش مسموع. حسن بومشيطة هو متشبث بالحديث على النقطة ديال الأزبال وديال اللي كانت متراكمة أثناء عيد الأضحى حسب التعبير ديالو القول ديالو. إحنا بطبيعة الحال كنقول لكم غير اللي واقع. احنا طرف محايد لا مع الأغلبية ولا مع المعارضة جايين فاش نقلوا فقط الواقع متابعينا الكرام. كتشوفوا نائب العمدة البوصيري الألفت أثناء دخل وكيحاول يعني يطلب من حسن بومشيطة باش لأن ربما يخلي الدورة تمشي. هو متشبث كيقول أنا خصني نكمل الكلام ديالي. العمدة انسحب قبل لحظات ورجع كما كتشاهدوا هو رجع. وهذه الدورة الاستثنائية اللي تنعقد بمدينة فاس بطبيعة الحال. كيطالب كيقول بغيت نتحدث عطيوني الحق باش نهضر عطيوني الكلام ديالي وغادي نخلي الدورة تمشي يعني بطبيعة الحال. إذا الناس اللي التحقوا بنا كانت واجدوا في جماعة فاس بطبيعة الحال في الدورة الاستثنائية لمناقشات اتفاقية ديال شراكة بطبيعة الحال ديال المشروع النجاعة الطاقية. كيجي هذا المشروع في إطار يعني الدين اللي عند المملكة الإسبانية بالنسبة للمغرب واللي غيتم تحويله للمشاريع الاستثمارية. كما كتشاهدوا معنا بطبيعة الحال سي حسن بومشيطة متشبث باش لأنه يدخل الكلمة ديالو. الكل كينتظر لربما شوفوا الأعضاء. دخل غيخليو حسن بومشيطة يكمل هضرته. كاين اللي ما متفقش No!
السي محي الدين الله عليك الله يحفظك السي محبوب غادي تدخل دابا غادي مازال بغيت تكمل ندخل في صلب الموضوع مباشرة على الرسالة ديالي وصلتها ندخل في صلب الموضوع مباشرة أنا لأول مرة إن شاء الله إحنا غادي نمشيو إن شاء الله إحنا غادي نمشيو شكرا أستاذ عبد الله وهنا التدخل اللي كاين تفضل تفضل لا غادي تبطل القاعة غادي أنا نقول الكلام ديالي إذا قلت ندخل مباشرة في صلب الموضوع وهو هذا المشروع ديال واحد سالي يفهم كلامه لا بأننا ضد هذا المشروع هذا احنا كل ما يهم ساكنة مدينة فاس احنا معاه مسائل اللي غتجيب المصلحة لهذه المدينة احنا معاها ولكن احنا كدورنا في المعارضة كنبينوا الطريق كنبينوا بعض الهفوات اللي ممكن أننا نطيحوا فيها صافي هذه المسألة هذه هذا بعد نطولنا القاعة ولا خليونا نهضروا ماشي كل واحد يبقى ينوض ليه هضرة 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 الخاوية انت تدعو على الضغط ما هو تداخل ما هو تداخل ما هو وطني فيما هو محلي انا اول مرة كنعرف انا اول مرة كنقرا في مذكرة العرض بان جماعة من جماعة مدينة من جماعة المغرب كتطلب تحويل ديون خارجية ديال المملكة لاستثمارات محلية هذا خدمة ديال الدولة ماشي خدمة ديال المحلية ماشي طلب ديال الجماعة كتمشي تقول وانا نقول لكم يكفيكم انكم تمشيو وتعملوا واحد البحث بسيط حول هذا تحويل الديون الخارجية الى استثمارات وغادي تشوفوا المخاطر اللي فيها هذا الشيء علاش الجماعة اتخذت مع بعض الاجراءات الانضباطية واحد الاجراءات ما غاديش يمكن لك تحقق المصلحه المتوخات السيد الرئيس الوقت هادشي هو دابا اللي كتعملوا دابا نتوما هادشي اللي كتعملوا نص ساعه انت موقف الجلسه دابا عطيني جوج الكلمات على مثل المدخل ديالي وتقول لي سلاس انت ما باغيش تسمع على دراك سال الوقت سال الوقت سال الوقت السيد رئيس الوقت 3 دقائق سالات هادي قصر لكم صافي ما كانش هو غير لي انتوما اللي كتعطلوا السير العادي ديال الجلسة إذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام كانت تواجدوا في مقر جامعة فاس بطبيعة الحال دورة استثنائية لمناقشة مشروع النجاعة الطاقية والمصدقة عليه وعلى تمويل بطبيعة الحال الاتفاقية ديال الشراكة اللي غتكون تحويل ديون خارجية ديال إسبانيا إلى استثمارات عمومية غنبقاو معكم بطبيعة الحال كتشوفوا التدخل الآن ديال حسن بومشيطة عضو في المعارضة اللي كتشاهدوا معنا يعني بكل صدق قربالة فجأة بكل صدق إذن المتابعين الكرام كتشوفوا صافي يعني قربالة بكل صدق Thank you.
جد ولا فاجينا إذن باش نوضعكم في الصورة سي حسب مشيطة كيعارض هذا المشروع كيقول لك الدين الخارجي ما نحولوش المشاريع الاستثمارية المجلس متشبث بهذه النقطة بطبيعة الحال إذن هنا فين وقع لربما النقاش حاد ما بين الأغلبية والمعارضة وغنواصلوا معكم التغطية المباشرة بطبيعة الحال قناتكم دائما قناة شوف تيفي في هذه الخطوة ديال المجلس 12 يونيو